السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا. عزيزي المشاهد، إن الطعام والشراب شيء حيوي بالنسبة لكل كائن حي. الافتتاح بمشيئة الله بالسلام السلطاني، ثم نبدأ مواد برامجنا بآيات بينات من كتاب الله الكريم. لقد عودكم برنامجكم الصحة والمجتمع. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى رحلة منوعات. أهلا فأهلا مع سهرة المنوعات. مبروك. أكيد تريد تعرفهم من أنا. اليوم إن شاء الله راح نشوف أودية ولاية اللواء مع الزميل عبد الله الذهلي، وإنما برنامجنا هو الجديد اللي يحمل عنوان حكايات وأغاني من الأفلام. وأهلا بحضراتكم معنا إلى هذا اللقاء الجديد في دائرة الضوء. نحن قوم نحب أن تكون للحياة رائحة ونكهة، ويسرنا أن نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامجكم جولة الكاميرا. أنا اللي خطبتها وأنا اللي بتزوجها، يلا أنا صحيح بسافر وبستانس بسفرتي كمخصوص.